السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة لربط شاشة الآيفون أو إظهار شاشة الآيفون في الحاسوب، يعني تقوم باستخدام هاتفك سواء كان آيفون أو آيباد أو آيبود وتظهر هنا الشاشة في الحاسوب. فقط بتحميل هذا الملف الذي سوف تجده أسفل الفيديو، تقوم بتحميله من الرابط، طبعا سيكون ملف مضغوط، تقوم بفك الضغط عنه، بعد ذلك فتحه وتأتي إلى هنا البرنامج وتقوم بتشغيله. إذا كما ترى الآن تنتقل، يعني لا يحتاج حتى إلى كيبل يو اس بي، عن طريق الواي فاي فقط. بعد ذلك تنتقل إلى هاتفك الآيفون وتقوم بسحب الكنترول سنتر من الأسفل إلى الأعلى، ويظهر لك خيار بجانب الاير دروب خيار الاير بلاي، تقوم بالضغط عليه وتختار اسم حاسوبك، تضغط عليه علامة صح ثم تفعل خيار تطابق. كما ترى الآن تم بالفعل إظهار شاشة الآيفون الخاص بي في الحاسوب. لإعادة الخطوات، لأنني لم أقم بتصوير الشاشة، تذهب هكذا سحب هذا الخيار وتضغط هنا على هذا الخيار، سيظهر في الأول هكذا هنا على علامة الآيفون، ولكن أنت ستختار على هذا الخيار وتقوم بتفعيل الخيار تطابق كما ترى هنا، وبدأ الاستخدام، يعني لا يحتاج حتى إلى كيبل يو اس بي، فقط عن طريق الواي فاي. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم، شكرا على حسن متابعتكم، رجاء أن لا تبخل علي بزر لايك واشتراك في القناة، كذلك لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة، يوجد حلقات شبه يومية وأخبار وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.